هني عم بحطونا قدام خيار بين يا اما بدك تكون حر يا اما بدك تكون محامي. انا بدي اكون محامي حر. احنا اليوم بهذه الوقفة لحتى اولا نرفض التعديلات لنظام اداب المهني اللي صدر عن مجلس نقابة محامين بيروت باول اذار، ويلي عم يفرض رقابة مسبقة على امكانية المحامين يتواصلوا مع الاعلام ويشاركوا بندوات قانونية، واللي هو عمليا عم بيؤدي لاسكاتنا، وايضا لحتى نتضامن مع المحامي نزار صغير اللي مستدعى الى التحقيق اليوم. اليوم معركة حريات معركة بالنسبة لنا معركة مصيرية، ما فينا نحن نتساهل فيها بأي شكل، هي قيمة أساسية لنا نحن كلبنانيين. نارو يا فاشي تعديلك منو ماشي ويلا رحل يا كسبار. يعني أنا بطلب من مجلس نقابة المحامين من نائب المحامين التراجع عن هذا الأمر، لأن نقابة المحامين هي يجب أن تكون في مقدمة المدافعين عن حرية الرأي وعن حقوق الإنسان. الوقف اليوم هي ضمن إطار سلسلة تحركات مبنية على سلسلة استدعاءات وتضييق على الحريات العامة، عم تستهدف إعلاميين وناشطين ومحامين اشتغلوا بالفترة الأخيرة على الإضاءة على مكامن الفساد. كل التحقيق كان عم يرتبط على ليش عم نعملت من وجهة نظرهم حملة تشكيك بالنقابة، وشرحت أنه هيدي مش حملة تشكيك، هيدي دفاع عن النفس، دفاع عن حرية اعتبرتها تم استباحتها، وأنه حرية مهمة جداً أنه نحافظ عليها كلياتنا، وبتصور وصلت الرسالة تبعيتي على أمل أنه يبنوا على هيدي الرسالة بطريقة إيجابية لتصويب الخطأ يلي ارتكبه مجلس النقابة. تحية تحية لمحامي الحرية.